نعم، وينضم إلينا أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي. أهلا بك أحمد. يعني عم نتابع بكل تأكيد الانعكاسات لبيانات البيانات التجزئة من الاقتصاد الأمريكي، والتي كان تأثيرها وانعكاسها واضح على الإغلاقات بالنسبة لإغلاقات وول ستريت في جلسة يوم أمس. برأيك إلى أي مدى هذا الانعكاس الإيجابي سنواصل المشهد خلال الفترة المقبلة، وانعكاساته أيضا على تحركات الفيدرالي وقراراته المقبلة؟ صباح الخير سالي والطيب. نعم، بكل تأكيد مبيعات تجزئة كانت تعتبر جيدة، بعض الشيء أرقام جيدة، لكن من منظور آخر هي قد تكون مؤشر للضغوط التضخمية القادمة، مؤشر للضغوط التضخمية أن ترتفع تلك الضغوط التضخمية بعد أن سجل المؤشر بعض التراجعات. مؤشر الأسعار المستهلكين من الولايات المتحدة الأمريكية كان قد سجل بعض التراجعات في الجلسة الماضية من 6.5% إلى 6.4%، بعض التباطؤ، لكن ليس التباطؤ الذي كان يتطلبه المستثمرون أو يتأمل به المستثمرون. قد يكون جيروم باول صادق في المؤتمر الصحفي الأخير، فقد أشار إلى تقرير وظائف جيد وعدم نجاحه في الحرب مع التضخم لحتى الآن. مخاطر التضخم لا تزال واردة. لو اطلعنا على المؤشر الأساسي فبكل تأكيد لا تزال أرقام مرتفعة عند 5.5%، فبالتالي لا تزال هناك حرب ضد التضخم واردة جدا. مبيعات التجزئة كانت قد أعطت بعض الارتياحات بالنسبة للمستثمرين أن هناك بعض الإنفاق، فبالتالي ربحية الشركات قد تكون أو قد تستفيد من الإسراف، من الإنفاق للمستهلكين في الفترة القادمة، فبالتالي المستثمرين أو ارتفاع شهية المخاطرة كانت العنوان المسيطر في الجلسة الماضية من تداولات وول ستريت. جيد، دعنا ننتقل إلى بريطانيا، وأنت تعلم أن مؤشر أسعار المستهلكين يحظى بمتابعة كبيرة في كل دول العالم باعتبار أن أعين البنوك المركزية على هذا المؤشر الهام لتحديد مستويات التضخم. في بريطانيا أشارت إلى تباطؤ التضخم 10.1% نتحدث، يعني هذا تراجع للمرة الثالثة على التوالي. يعني إذن إلى أي مدى من الممكن أن يستمر هذا التباطؤ في تقديركم؟ نعم، الجنيه الاسترليني أو تداولات الجنيه الاسترليني في جلسة الأمس قد يكون لخص الحكاية، لخص القصة بالنسبة لآراء المستثمرين أو حتى توجهات المستثمرين وتشاؤمهم. الجنيه الاسترليني قد انخفض في جلسة الأمس جراء تباطؤ مؤشر التضخم السنوي إلى 10.1%. نعم تباطؤ، لكن لا يزال ضمن الأرقام المرتفعة والمرتفعة جدا، نظرا لأن بنك إنجلترا كان من أوائل البنوك الذي قد رفع أسعار الفائدة. ديسمبر 2021 رفع أسعار فائدة إلى نحو 4%، أكثر من 10 رفعات فائدة، ولحتى الآن لا يزال التضخم مرتفع. المخاوف أن التضخم مستورد من الحرب، التضخم مستورد من ارتفاعات أسعار السلع وليس فقط الخدمات كنظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي المخاوف كانت موجودة من جراء هذا الرقم 5.5% أو 5.57% بالنسبة لأرقام التضخم الأساسي بالنسبة لبريطانيا، لا تزال أرقام مرتفعة. قد يكون التشاؤم والمخاوف أيضا من جراء أرقام الناتج الإجمالي المحلي، الرقم الذي سجل رقم التوازن كما يطلق عليه بالنسبة للبزنس سايكل رقم 0% بالنسبة للناتج الإجمالي المحلي، قد يكون أعطى الاقتصاد البريطاني قبلة الحياة. تأخير موضوع الركود لفترة زمنية أخرى 3 أشهر أو 6 أشهر ربعين متتاليين لمحاولة متابعة تأثير تجديد السياسة النقدية، على ما أعتقد أن بنك إنجلترا قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة، نظرا لأن أرقام التضخم التي سجلت طفيفة جدا، التباطؤ طفيف، قد نعزيه لانخفاضات أرقام الكهرباء الغاز في الفترة الماضية، فبالتالي المخاوف لا تزال مستمرة، وعلى البنك إنجلترا على ما أعتقد الاستمرار بالتجديد الوتيرة على الأقل لمرة واحدة في الاجتماع القادم. نعم أحمد، بالانتقال إلى أستراليا هذه المرة، وتابعنا أيضا البيانات لمعدلات البطالة اللي عم ترتفع لأعلى مستوياتها منذ مايو الماضي. برأيك انعكاس هذه البيانات وأيضا تراجع التوظيف، كيف سيكون انعكاساته على قرارات البنك المركزي الأسترالي في قراراته المقبلة، وأيضا على تحركات الدولار الأسترالي؟ نعم، أرقام وظائف مختلفة من كافة الاقتصادات، كنا شهدنا كندا، أمريكا، بريطانيا قد سجلت بعض التعافي أو بعض الأرقام الممتازة بالنسبة لقطاع الوظائف. أستراليا اليوم قد سجلت بعض التراجعات بالنسبة للتغيير في التوظيف، بالنسبة للبطالة ارتفاع إلى 3.7%، فبالتالي الوضع في أستراليا على ما أعتقد بالنسبة لتقرير الوظائف كان مختلف تماما كما هو الحال بالنسبة لأرقام التضخم. كنا شهدنا الدول أو الاقتصادات الكبرى كانت قد سجلت بعض التضخم
التباطؤ بالنسبة للتضخم، التباطؤ الخفيف نعم، التباطؤ الناعم، لكن بنك أستراليا أو الاقتصاد الأسترالي كان قد سجل ارتفاعات للتضخم، الذروة لا تزال مرتفعة بالنسبة للتضخم الأسترالي. فبالتالي على ما أعتقد أن بنك أستراليا قد يواجه الضغط من ضمن الأعضاء لاستمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة في الفترة القادمة. وبالنطاق تداولات الدولار الأسترالي عند ما يقارب 68 سنت، على ما أعتقد أن كسر مستويات 68 سنت أو حتى 67.5 بالنسبة للدولار الأسترالي قد يعطي الميول السلبي بالنسبة لتداولات الدولار الأسترالي في الفترة القادمة لوصوله إلى مستويات 65 سنت مع استمرارية التداول والميل السلبي أدنى مستويات 67.5 للدولار الأسترالي. نعم، من عمان كنت معنا أحمد عزام محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا على وجودك معنا.